بدأت في محافظة الحديدة تفشي ظاهرة سرقات المنازل والمساجد في ظل غياب الجانب الأمني، ووحدها فقط هذه القطع من الزجاج وأسلاك الحديد الشائك تحرسان أغلب المنازل والمنشآت في المدينة، حيث لا أمن ولا سلام من عمليات السطو التي انتشرت مؤخرا. ظاهرة سرقة المنازل والمساجد باتت تقلق الناس وتبعث الخوف في نفوسهم أكثر، خصوصا في ظل غياب دور الأجهزة الأمنية الواضح. والله انتشرت ظاهرة السرقة بشكل ملفت بالذات الفترة الأخيرة. كثير من الناس المواطنين يشتكون من سرقة منازلهم. قبل يومين سرق بيت أحد المنازل، فصاحب المنزل راح يصلي الفجر، رجع قد انسرقت عليه 500,000 وأجهزة يعني. هنا واحد من المساجد التي تم السطو عليها ليلا، حيث كسرت أقفاله الآمنة وتم الاعتداء على حارسه الذي نجا بنفسه، تاركا عددا من التساؤلات الحائرة على أجهزة الأمن أن تجد لها إجابات شافية. بعض ما تم ضبطه من مستلزمات وبضائع وقطع غيار تم العثور عليها أيضا بحوزة اللصوص، لكن ما جرى سرقته أكثر من ذلك بحسب البعض. تتوالى مناشدات الأهالي في المدينة للجهات المعنية، لكن كل هذه النداءات تبقى آمالا صعبة التحقق من قبل سلطة الأمر الواقع، لتتأكد فقط مقولة فاقد الشيء لا يعطيه.